لنقاش الواقع العسكري في سوريا والتواجد الإيراني هناك. ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الخبير العسكري السوري العقيد حاتم الراوي. أهلا بكم سيادة العقيد. أهلا بك وبالسادة المشاهدين. كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن نقل ميليشيا فاطميون الأفغانية الموالية لإيران لصواريخ داخل شاحنات مدنية من العراق. ما الدور الذي تلعبه ميليشيا فاطميون عسكريا في سوريا؟ أختي الكريمة، بالنسبة للواء فاطميون، نعلم جميعنا أن لواء فاطميون هو من الأفغان، وكان العدد بحدود 5000 عنصر. وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يقول أنه انخفض العدد إلى 2000 عنصر، حيث أن 3000 قد عادوا إلى أهلهم ويمارسون حياتهم الطبيعية. لا، هذا الكلام غير صحيح. لواء فاطميون قصف بقصف موجع تماما، ولا يزال الطيران الذي قصفهم لم تحدد هويته بالضبط. لكن عندما قصف لواء فاطميون في منطقة الحاوي في الميادين، وكان قصف مؤثر جدا، تواقتت مع الإعلان روسيا عن 200 طلعة طيران وقامت بالقصف، ثم لحقتها ب60 طلعة طيران بعد عدة أيام. تدعي روسيا أنها قصفت داعش، لا داعش في المنطقة التي قصفها الطيران الروسي. لذلك نحن أبناء المنطقة نرى أن هناك صراعا روسيا إيرانيا في المنطقة، وخاصة بعد دخول روسيا إلى مدينة البوكمال وأخذها لساحة الساحة الرئيسية بالفندق السياحي وتطويقه بالمسطحات. يبدو أن هذه الأربع شاحنات التي دخلت بالتنسيق مع روسيا لنقلها إلى مكان آخر أو لإبعادها عن الساحة العراقية حاليا كنوع من التحييد عن الضغوط التي تمارس على هذه الميليشيات اليوم في إيران، عفوا في العراق. وبنفس الوقت هناك ضغوط روسية كبيرة جدا الآن على الميليشيات الإيرانية في المنطقة الشرقية في بادية دير الزور والميادين والبوكمال. لذلك أنا لا أرى أن دخول هذه الأسلحة بقصد مجابهة روسيا في المنطقة، لأنه إيران في هذه المنطقة بالذات ضعيفة جدا أمام روسيا، حيث أن روسيا تمتلك الطيران تستخدمه، بينما إيران لا تملك حتى مضادات للطيران. هل أفهم من كلامك سيادة العقيد أن استخدام السيارات أو الشاحنات المدنية كان للتمويه؟ لا أكثر طبعا للتمويه، لكن يعني هذا التمويه تم حتى بالتنسيق مع روسيا. يعني لا يمكن دخول أربع شاحنات وروسيا تسيطر الآن سيطرة كاملة على البوكمال وعلى حتى المراكز التي كانت مخصصة لميليشيات إيران في المنطقة، أخلتها وأخذها الروس وسيطرت على حقل الحمار، على حقل التيم، حقل الورد للنفط. ويعني وضعت البوكمال تحت السيطرة الروسية، وأنا أرى أنها خطوة باتجاه عزل إيران تماما بين روسيا والعراق، وبالتالي فصل عنق الهلال الشيعي. في ظل التهديدات الإيرانية المستمرة بالثأر عن مقتل قاسم سليماني، إلى أي مدى تتوقع أن تكون سوريا مكانا للثأر عن مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني؟ إيران تبحث بشكل دائم كأي دولة ميليشياوية بعقلية ميليشياوية، تبحث عن مناطق السخونة ومناطق الانفلات لتترعرع فيها، يعني لا تستطيع العيش في مناطق مستقرة من يعني، وهذا طبع الميليشيات منذ خلقت. لذلك البيئة السورية اليوم هي بيئة ملائمة تماما للتغلغل الإيراني والإخفاء ما يريدون إخفاءه وتعجيز مخابئ وإلى آخره. لكن بعد وجود روسيا في البادية
أنا أتصور أنه لن تكون هناك أي ردات أفعال لإيران في سوريا إلا قد يكون داخل المدن في ظل النظام وفي يعني المناطق التي أصبحت إيران تعمل بظل النظام بعد ما كان النظام يعمل في ظلها. شكرا جزيلا لكم سيادة العقيد حاتم الراوي الخبير العسكري، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.